بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ودرس جديد إن شاء الله. غادي نهضروا فيه على لي ماتريس، غنكملوا الحديث ديالنا على لي ماتريس. اليوم غادي نتعلموا دي ميثود جديدة، كيفاش نكرييو دي فيكتور. باغ اكزومبل تخيلوا معايا انني باغي نكريي واحد الانترفال دي زيكس. Par exemple, par un tracé, une fonction d'Elif MATLAB, je vais calculer les images d'un intervalle. Et l'intervalle, par exemple, maintenant, x, je vais faire un petit là, je vais faire mon zien. Et l'intervalle qui est de 0 à 10. Ou les points, les radis créés, m'lia. كت انكريمونطون بالواحد. دونك هذه هي الميثود باش هذه هي الميثود باش يمكن لينا نكرييو هاد الانترفال. دونك نشرح لكم معايا. دونك انا كرييت هنايا فاريابل اكس، فيكتور اكس المينيموم ديالها هو 0 والماكسيموم ديالها هو 10. وهاد باش غتعمر ليا هاد لو فيكتور، باش غادي يعمر ليا بلي دي بوين. دونك غنبقى نزيد غنزيد على هاد المينيموم، غادي نزيد عليه واحد، وغنبقى نزيد حتى نوصل لعشرة. دونك كنطابي اونتر باش نفهمو مزيان. دونك هاو كخيا ليا هنايا ان فيكتور لين و لي زاليمون ديالها هي هي هادو. بحال كريت انترفال و لو با دونك هادي هي لو با باش نوصل لعشرة هي واحد. كاينه ميثود اخرى كنستعملو فيها واحد لا فونكسيون ديال ماتلاب سميتها لين سبيس. دونك هذه الفونكسيون ديالها بحالها بحال هاد الميثود اللي هضرت عليها قبل، ما هاد المره انا كنحدد لي شحال من بوين بغيت في هاد الانترفال. دونك بحال دابا انايا بغيت مثلا نكري نفس الانترفال من 0 حتى 10، مي هاد المرة شحال من بوان بغيت. مثلا بحال هنا شحال عندي، واحد ناقص واحد عشرة ناقص زيرو زائد واحد، دونك 11. دونك كنقول ليه قسم لي هاد الانترفال 11 ونطابي اونطري، دونك كنحصل على ميم ريزولتا اللي حصلت عليها قبل. هادي ميثود، وغادي نحتاجو هاد الميثود فاش غادي نوصلو لتخاصاج ديال لي فونكسيون سور ماتلاب. دونك نهضو دابا على الكونكاتيناسيون. شنو هي الكونكاتيناسيون؟ دونك تخيلوا معايا ان عندكم دو فيكتور، وبغيتو تكرييو واحد الفيكتور جديده فيها تكون كونستيتيي دي دو فيكتور اللي كرييت قبل. شوفوا ليكزامبل، باغ اكزومبل عندي ا فيكتور ا لي زليمون ديالها واحد جوج ثلاثة باغ اكزومبل، اي بي لي زليمون ديالها ربعة خمسة ستة. انا بغيت نكري باغ اكزومبل بغيت نكري ان فيكتور سي يكون مكون من هاد لي دو فيكتور. دونك يكون مكون من واحد جوج ثلاثة ربعة حتى ستة. دونك الكونكاتيناسيون هي انني ممكن نستعمل هاد ال ا اي بي. دونك بحال كنأجو بحال كندمجهم، بحال كنانسيري وحده مع وحده باش كنحصل على الريزولتا ديالي اللي هي ماتريس جديده مكونه من لي فيكتور جديده مكونه من لي فيكتور اللي قبل. دونك طابي اونتري زولي هنا بي. دونك انا حصلت على فيكتور عفوا سي
كتبدا من واحد حتى لسيس، دونك هادي هي الكونكاتيناسيون. ممكن ندير الكونكاتيناسيون حتى على لي ماتريس، باغ اكزومبل عندي ام ان مكونة باغ اكزومبل من واحد جوج ثلاثة أربعة، و اون ماتريس ام دو مثلا خمسة ستة سبعة ثمانية. ممكن نكري ماتريس ام تروا وتكون دامجة ليا، دمج ليا لي دو ماتريس اللي قبل، ميم ريزولتا. بغيت ندمجها يعني ندمجها هكا، ممكن ندمجها هكا يعني احط وحدة حدا وحدة، يعني احط وحدة حدا وحدة تعطيني هاد الريزولتا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. ولا ممكن أنني ندمج حتى وحدة تحت وحدة هكا، مثلا ندير ام ان نستعمل هنا البوان فيغول ام دو. دونك شوفو انا دمجت الماتريس الاولى ام ان، ورجع للثاني ودمج ليا الماتريس الثانية ام دو. ممكن كذلك انني نكري دي فيكتور ولا دي ماتريس اليغاتوار باش نكري ماتريس اليغاتوار. باغ اكزومبل ام كنستعمل هاد لا فونكسيون رند وكنعطاه باغ اكزومبل الى عطيتها كات غتكري ليا واحد لا ماتريس لي زليمون ديالها غيكونوا اليغاتوار وغادا تكون كاري 4 لين 4 كولون. دونك ولا بغيت نحدد ممكن نحدد مثلا نقول لك كري ليا ماتريس ام ايغال رانت ونعطيه لي نومبر ديني اللي بغيت باغ اكزومبل 3 فيغول 4، ماشي بغيتهاش كاري، بغيتها تكون من 3 ديال لي لين اي 4 كولون. كيف ما كتلاحظوا بلي هاد الفونكسيون راند كتعطينا دي نومبر الياتوار كومبريز اونتر 0 اي 1. باغ اكزومبل انا الا بغيت دي نومبر يكونوا ما بين، يكونوا كبار مثلا، يكونوا ما بين 0 اي 5 ولا ما بين 0 اي 10، فكاينه واحد لا ميثود اللي هي سهله وبسيطه. مثلا نختار ام، دونك نشد هاد لا ماتريس هاي هاد لي نومبر وكنضربهم في هاديك الماكسيموم اللي بغيت. مثلا عندي اطوال برانت 5 باغ اكزومبل، يعني كريي ليا اون ماتريس افيك دي نومبر الياتوار كومبريز اونتر 0 اونتر 0 اي 10، وهاد لا ماتريس تكون كاري دو ديمونسيون 5 5، 5 لين 5 كولون. دونك هاي على الريزولتا ديالي. دونك ندوي دابا شويه على لانديكساج. دونك شنو هو لانديكساج؟ باغ اكزومبل انا عندي هاد لا ماتريس وبغيت نجبد لي زليمون، نجبد غير هاد لي زليمون، لي زليمون ديال لين الاول، ولا باغ اكزومبل بغيت نجبد لي زليمون ديال الكولون الاول هذا. دونك كاين هاد لوبيراتور اللي شفنا هنايا ديال دو بوان كنستعملو هنايا باش كنجبدو كاع لي زليمون، باش كنجبدو لي زليمون باغ اكزومبل ديال هاد لين هنا. دونك حنا ما كنحدوش لي باغ اكزومبل غنديرو ام، حنا غادي نحدو لي اشمل لين. دونك بغينا لين ان وغنديرو فيرغول وغنديرو هاد دو بوان. دونك دو بوان بحال اللي كتقول لي عطيني كاع لي زيليمون، كاع لي كولون اللي كاينين في لين ان، ماشي بحال هكا. مي ممكن نقراوها بحال هكا. دونك ها هو جبد ليا كاع لي زيليمون ديال لين الاول. بغيت مثلا لي زيليمون، كاع لي زيليمون ديال لين ديال كولون، مثلا هذا كولون الثاني. دونك شنو ما خصنيش نحدد ليه لي لين، مي نحدد ليه لي كولون، الكولون اللي بغينا ام دو بوان. قلنا حنا بلي بغينا كاع لي زليمون ديال الكولون الثاني،
دونك حنا خصنا نحدلو ليه الكولون ما نحدوش ليه لين يعني كاع لي زاليمون ديال الكولون التاني. دونك هاو عطاني كاع لي زاليمون ديال الكولون التاني. كاين تاني واحد المو كنستعملوه باش نحدو اخر قيمة كاينة سوا في اون لين سوا في اون كولون سوا في لا ماتريس كلها اللي هو اند. دونك بغيت اخر اليمون في هاد لا ماتريس غندير ام اند مكابي اونتر غيعطيني اخر اليمون في هاد لا ماتريس. دونك ولا مثلا نقدر نستعمل اخر اليمون في الكولون في الكلي الاول وكندير غندير ام ان فيرغول فيرغول اند دونك غيعطيني اخر قيمة في اللي الاول اللي هي هادي. ممكن كذلك انني نعرف مينيموم ولا الماكسيموم ديال كل ماتريس ولا فيكتور. نستعمل هاد الفونكسيون اللي هي سوا الماكس وكنعطيوها لا ماتريس ولا الفيكتور اللي بغينا نعرفو لا فالور ماكسيمال فيها. دونك هو عطاني كاع لي فالور ماكسيمال اللي كاينين في اللي الاول في الكولون الاول في الكولون الثاني في الكولون الثالث في الكولون الرابع في الكولون الخامس. يعني حتى بحال عطاني هنايا ماكسيموم ديال الكولون الاول. ممكن نعرف ماكسيموم ديال كل شيء نستعمل ماكس ديال الماكس ديال ام كبيرة. دونك انا عطاني الماكسيموم في لا ماتريس كلها في لي لين في لي كولون. ممكن كذلك نعرف المينيموم نديرو المين نفس الطريقة دو ام. ولا بغيت نعرف المينيموم في لا ماتريس كلها غندير مين مينيموم ديال المينيموم ديال ان وكيعطيني لا فالور مينيمال في كل شيء اللي هي هادي. دابا غادي نشوفو كيلكو فونكسيون ديجا كاينين في ماتلاب لي ممكن نكريو. مثلا بغيت نكري مثلا ايدونتيتي كنستعمل هاد كنستعمل اي بهذا الشكل. بار اكزومبل غنسميو ندير واحد الفاريابل سميتو ايدي ايدونتيتي ايغال او ايغريك او. وهنا كنعطي ديمونسيون لي بغيت مثلا 4 فوا 4 دونك انا كريي ليا ليدونتيتي 4 فوا 4. كاينه زيروس هاد الفونكسيون زيروس كتكريي ليا ماتريس زيرو خاوي يعني فيها غير الاصفار ماشي خاوي مي فيها غير الاصفار. حتى هي كنحدد لها ديمونسيون ديال بار اكزومبل غنسمي ام نول ايغال مثلا زيروس ديال كات. دونك هو عطاني كريا ليا ماتريس كات كاتلين كاتلين كاتخ لي لين و كاتخ ديال لي كولون. ممكن نحدد انا لي نومبر دي لين و نومبر دي كولون. بار اكزومبل انا بغيت نكريي فيكتور بغيت نكريي فيكتور فيها نومبر معين ديال لي زيرو دو مونسيون. بار اكزومبل في ان في نو ايغال ممكن نكريا ديال لا زيروس و نحدد مثلا اون سول لين خمسة ديال لي كولون. دونك انا كريت فيكتور فيكتور. ممكن كذلك انا نكريي ماتريس عامرة بالوحدات. بار اكزومبل كاينة واحد لا فونكسيون كتمكننا باش نكريو هاد النومبر دي ماتريس اللي هي 11. حتى هي بحال كاع لي فونكسيون اللي شفنا قبل نحدد لها اللي بغيت. انا بغيت ماتريس كاري
نطابي غير الرقم اللي بغيت مثلا ان نومبر سبيسيفيك ديال ليلين وديال لي كولون حتى هو كنحددهم كنفرق بفيرغول. دونك كنكري ماتريس مثلا 4 فوا 4 باغ اكزومبل. ممكن انني نكري مثلا ماتريس ما بغيتهاش مثلا عامر بلي زان، بغيت مثلا عامر بلي 3 سهل. يعني ندير في ايغا 3 ايطوال او ان اس تمام كاس ديال 3. وهاد الريزلت ممكن كذلك انني نكرييها بميثود واحده اخرى اللي هي مثلا في واحد لا فونكسيون واحده اخرى سميتها ريب مات. دونك هنايا كنقول كانت في اول فاريابل كنعطيها مثلا هذاك لو نومبر اللي بغيت نبقى ريبيتي مثلا 3. وهنا شحال من مره في ليلين شحال من مره في لي كولون. دونك هاو 4 مرات في ليلين 4 مرات في لي كولون. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ديال الدرس. الا كان عندكم اي تساؤل ولا اي استفسار في الصفحه مفتوحه في وجه الجميع. وكذلك هاد المواضيع غادي تكون على منتدى ستار تايمز، غادي نوضحها على منتدى ستار تايمز. والاعضاء ديال ستار تايمز كذلك الا كان عندهم اي تساؤل ولا اي اقتراح ولا اي ملاحظه فيخليوها في الردود اللي غادي نحطها على المواضيع. وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.